قالوا لنا روحوا على دير البلح. وجينا على دير البلح وقصفونا، وفي النصر قصفونا. قالوا لنا وين نروح يا عالم؟ وين نروح يا ناس؟ اتبهدلنا، اتشرشحنا، فهمونا وين نروح؟ ودونا قصفونا، قصفوا الناس اللي جنبنا وقصفونا، نزلت علينا الدار كلها، كل هيتنا تصوبنا، كل هيتنا تعبانين، أطفال وشباب ونسوان، كل هيتنا تبهدلنا. وين نروح؟ يقولوا لنا وين نروح؟ يقولوا بدير البلح آمن، وينه الآمن؟ فيش أمان. يقولوا لنا وين نروح؟ إحنا ذنبنا، ذنبنا إحنا. مليان شهداء، مليان مليان، الله بس من فوق اللي نجانا. رسالة توقف هالحرب، إحنا ذنبنا، ذنبنا إحنا، ذنبنا. بس ذنب الشعب. إحنا أهدنا في مين؟ على الفاضي كذا. يفضونا، يريحونا، إحنا قلنا الذنب. قلنا الذنب إحنا. أنا شريف الحلبي من سكان غزة المينا شارع المؤسسات. انقصفنا في أول الحرب. وطلعنا وتصوبنا أنا وزوجتي وبنتي. بعدين دخلنا المستشفى، بعدين صرنا نرحل من مكان لمكان لغاية لما نجينا على المنطقة الآمنة اللي حكوا عليها منطقة آمنة، دير البلح، المنطقة الوسطى. يجينا على المنطقة الوسطى ما كانت آمنة. برضو نزل علينا قصف جنب البيت، جنب البيت بيتنا انقصف بيت، وعندنا احنا أطفال، 5 أطفال 6 أطفال انقصفنا وإحنا موجودين في قبال البيت هذا مباشرة. وتصوبنا أمي والدتي وأمي والدتي والدي تصاوبوا، وأنا وأخويا كمان. فإحنا الوضع صعب، يعني إحنا يعني إحنا كل نتمنى إنه وقف لإطلاق النار، لأنه إحنا تعبنا كتير وإحنا نرحل من مكان لمكان، ما في مكان آمن. إحنا منطالب بوقف الحرب لأنه إحنا مدنيين عزل، تعبنا كتير، ما في باليد حيلة. نتمنى على المجتمع الدولي وكافة والعالم كله إنه يقف ويوقف الحرب هذه، لأنه هذه إبادة جماعية بحق الأطفال والأبرياء والمدنيين، وحرام اللي بيصير. ناس مدنيين، كل اللي راحت ناس مدنيين، يعني إحنا ما إلنا ذنب، لا نتبع لا لمقاومة ولا نتبع لأحد. إحنا ناس مدنيين عزل، بدنا نعيش بسلام. بيحكوا عنها ليست بآمنة ولا تبت للأمان أي صلة. وين ما تروح خطر، وين ما تروح خطر موجود، خاصة بيحكوا المنطقة الوسطى. رحلنا على المنطقة الوسطى وكانت أخطر منطقة، قصفونا برضو، وإحنا ما إلنا ذنب، لا نتبع لا المقاومة ولا لحد. إحنا ناس مدنيين عزة بنعيش بسلام، تعبنا كتير، نتمنى أن الحرب تقف. إحنا نتمنى من المجتمع الدولي أن يوقف الحرب. إحنا قاعدين هنا على جنب المنزل اللي طاح وقع هذا، لا لحظة غير من نزل صاروخ على الدار، طيرها حطها فوقينا ونزل كسر المحلات وجرحنا، بيجي 5 أنفار كلهم إصابات وشظايا فيهم، وهي في المستشفى وفي رغاء كل هالمنطقة ما في من الأمن ولا منطقة آمنة، ما في منطقة آمنة. بيضربوا وين ما تيجي بيضرب، مدني مش مدني، عسكري مش عسكري، ما عندنا عساكر ولا عندنا عسكري. منطقة دمرت كلها، دمرت 3 دور إن راح حل جنة ومخزقات وش اسمه والمعرش وقع والحصرين مزعمين فيها، فيهم 6 أنفار من غزة قاعدين هنا، ولهم 8 نزلت عليهم الحجارة طلعناهم من تحت الركاب، من تحت الحطام توجع عليهم. ويفرجها الله. تنفاذ أبو ورد نسحين من الشمال، كنا قاعدين ونستنى زي ما بيحكوا رد حركة حماس على التهدئة، متفاجأنا صارت الساعة 7 لي صار الصاروخ هذا. كنا إصابات الحمد لله، هذا فضل من الله، ولا إن علاقة في السياسة ولا إن علاقة في أي إشي ولا في التنظيمات ولا أي إشي. نزحين، نزحنا من الشمال ونزحنا عن صرات ومن صرات على الدير، كله خطر. وين ما تروح فيش أمان، وين ما تروح فيش أمان. نزحنا على دير البلع، قالوا منطقة آمنة وانزحوا فيها، نزحنا من الشمال عليها وفيش أمان هنا، ولا في أمان ولا في إشي أي علاقة للأمان.